للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور رامي عبدو، رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في جنيف. يعني بعد تحية دكتور، منظمات دولية بتحذر من ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، برأيك كيف يمكن تحريك المجتمع الدولي لإيجاد حل جذري وفوري لهذه الأزمة، خاصة بعد توقف دعم الأونروا؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين. يعني واضح جدا أن المؤسسات الدولية تحتاج إلى أن تتحرك بجهد موحد في هذه اللحظات الحرجة، خصوصا ونحن نشهد هذا الانتشار الواسع للمجاعة الشديدة في صفوف السكان وتحديدا في منطقة شمال غزة، وتعثر عملية إدخال المساعدات نتيجة السياسات الإسرائيلية، وحتى استهداف شاحنات المساعدات واستهداف أولئك الذين يحاولون الحصول على هذه المساعدات. وبالتالي أعتقد أن المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بحاجة لأن يتحرك بشكل موحد ويتخذ قرارا وخطوة تدفع بإدخال هذه المساعدات بدون الارتهان للإرادة السياسية الإسرائيلية وللرغبات الإسرائيلية، لأنه عمليا الذي يحدث اليوم أننا نشهد حالات تجويع حادة نتج عنها وفيات في صفوف عدد من الأطفال الجفاف، ونشهد أيضا أعراض هذا الجفاف تنتشر بشكل كبير في صفوف المواطنين وتحديدا النازحين في مناطق جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. وبالتالي المجتمع الدولي اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى ألا يكتفي بالإدانة والمواقف وتصدير معلومات وإحصاءات، وإنما يكون هناك خطوة بتحرك عاجل يضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال هذه المساعدات. اجتماعات متتالية نتابعها لمجلس الأمن الدولي، وكذلك أيضا تحذيرات دولية من تفاقم الأزمات في القطاع المحاصر من مجاعة ونقص أدوية وتفشي للأمراض من خلال التطورات الأخيرة التي نتابعها لحظة بلحظة. إلى أي مدى دكتور رامي يعكس ذلك ازدواجية في المعايير لدى الغرب بشأن حقوق الإنسان؟ يعني نحن حقيقة نشعر بحرج شديد عندما نتحدث كمنظمة حقوق الإنسان، لأن المواطن في فلسطين أو في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة يشاهد، والعالم العربي حتى يشاهد، هناك ازدواجية فظيعة. عندما نتحدث عن على سبيل المثال عن قرارات بإجراءات تدبيرية أو تدابير مؤقتة اتخذتها محكمة العدل الدولية يقابلها المجتمع الدولي بصمت وبدون أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لكن في المقابل عندما برزت هناك ادعاءات من قبل إسرائيل حول عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، شاهدنا مصارعة هذه الدول لوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. وبالتالي هذه الرسالة أعتقد مضرة جدا للنظام العالمي ومضرة لعمل حقوق الإنسان وللآليات الدولية لحقوق الإنسان. ومنذ بداية الهجوم الإسرائيلي حقيقة نحن نستمع لمواقف في إطار ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية وضرورة السماح بإدخال المساعدات، واليوم نقف أمام مشهد يجوع فيه الناس بشكل أكبر وكلفة بشرية كبيرة تتجاوز اليوم حوالي 35,000 ضحية ما بين قتيل وما بين مفقود تحت الأنقاض. وبالتالي كل هذه النداءات حقيقة والمواقف لم تسفر عن وقف الجريمة الإسرائيلية وعملية الإبادة والتجويع والتهجير القسري. وبالتالي المطلوب أن يكون هناك مواقف حقيقية تعيد الاعتبار للنظام العالمي وللنظام الدولي وللآليات الدولية لحقوق الإنسان. أشكرك جزيل الشكر دكتور رامي عبدو، رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، متحدثا إلينا من جنيف. شكرا جزيلا على هذه المشاركة.